دلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وقت الارصاد بتتوقع ان يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على اغلب الانحاء، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحراره رطب ليلا على اغلب الانحاء. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معنا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. هو فعلا احنا بدانا دلوقتي يمكن هيكون في، مش هنقول انخفاضات كبيره، لكن هيكون في تحسن شديد في درجه الحراره، لان تاثير منخفض الهند الموسمي على مصر هيقل بشكل كبير، وهيكون في منخفض جاي من السودان، هو ده اللي هيكون تاثيره اعلى. هو بالفعل ان احنا هنبدا نشهد تحسنات طفيفه في قيم درجات الحراره، وحتى كمان في نسب الرطوبه خلال الايام اللي جايه، لان تاثير بالفعل منخفض الهند الموسمي هيبدا يقل ويبدا ياثر علينا امتداد لمرتفع العروض الوسطى. مرتفع العروض الوسطى او المرتفع الاوزوني مع كتل هوائيه معظمه قادم من جنوب غرب اوروبا، بتكون معتدله نوعا ما في قيم درجات حرارتها، كمان هياثر علينا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على وجود بعض السحب المنخفضه والمتوسطه وخاصه كمان في الاماكن الساحليه بشكل كبير، هيحجب جزء من اشعه الشمس فبيساعد على انخفاض قيم درجات الحراره. لكن احنا على مدار هذا الاسبوع كل ما تقدمنا اكثر في ايام الاسبوع كل ما هنحس بالتحسن في الاحوال الجويه. اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون ما بين 34 ل 35 درجه مئويه خلال فتره النهار، فبالتالي الاجواء الحاره الرطبه لسه موجوده معانا، لان نسب الرطوبه لسه موجوده معانا حتى لو بتقل بشكل طفيف، بس لسه موجوده معانا وبتاثر على احساسنا بقيم درجات الحراره بالفعل، وخاصه كمان في وقت الظهيره، الوقت اللي بنسجل فيه قيمة درجة الحرارة العظمى. الأجواء حارة رطبة في السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، يمكن كمان محافظات شمال الصعيد، شديدة الحرارة في جنوب الصعيد والجنوب سيناء، ده بيكون خلال فترات النهار. خلال فترات الليل كمان ومع الغياب التام لأشعة الشمس بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، بدأنا نلمس التحسن الطفيف كمان في فترة الليل وخاصة في فترات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر، أجواء مائلة للحرارة رطبة. لكن أنا لو موجود في أماكن مفتوحة بشكل كبير، أماكن مكشوفة حتى مدن جديدة، أحس ببعض نشاط للرياح اللي بيقلل إحساسي بنسب الرطوبة ويساعد على اعتدال الأجواء في فترات المساء وساعات الليل. فرص الأمطار هتبدأ تظهر على أماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، يمكن دي تعتبر من ضمن البشاير. يعني احنا كده يا دكتور نقول للناس ارجعوا بقى من الساحل الشمالية كفاية ولا لسه؟ لا، هي لسه تأثير الأمطار يعني هي مش هتأثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية، فبالتالي هي تخلينا نستمتع بالأجواء، فلسه احنا نفضل شوية لسه بنستمتع بالأجواء، لأن الأمطار هتكون أمطار خفيفة اليوم، هتبقى موجودة في أقصى غرب البلاد في مطروح وفي السلوم، مع بكرة الحد إن شاء الله تتقدم لباقي المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، العلمين، الأسكندرية، شمال الوجه البحري، ومناطق كمان من سواحلنا الشمالية الشرقية. لكن هتبقى الأمطار أمطار خفيفة جدا على فترات متقطعة من اليوم، منطقة دون الأخرى مش مؤثرة تماما على إن احنا نستمتع بالأجواء أو أي أعمال أنشطة يومية، ده طبعا في الأماكن اليوم تحديدا زي ما قلنا في أقصى غرب البلاد. طب هو مع انخفاض درجات الحرارة والأمطار، هل حالة البحار هيكون ملائمة لنزول السادة المصطفين مثلا لمية البحر، ولا هيبقى في حذر يعني الفترة اللي جاية؟ هو هيبقى في حذر، لان احنا عندنا ارتفاع امواج ما بين 1.5 ل 2 متر، ارتفاع الموج لما بيزيد عن 1.5 متر ده ممكن يشكل خطوره على الساده المصيفين طبعا، وخاصه لما بيوصل ل 2 متر، فنخلي بالنا الساده المصيفين على شواطئ البحر المتوسط، نخلي بالنا بقدر الامكان ونكون في منطقه قريبه من الشاطئ، لكن البحر مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه، البحر الاحمر معتدل مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه، هنخلي بالنا ايضا من التعمق داخل البحر الاحمر، لان ممكن ارتفاع الموج يوصل 2.5 متر داخل عمق البحر الاحمر، فنخلي بالنا من التعمق داخل البحر الاحمر، بصفه عامه نستمتع بالاجواء على البحار، لكن دايما نكون في منطقه قريبه من الشاطئ ونتبع طبعا تعليمات رجال الانقاذ اللي بيبقوا موجودين دايما على الشواطئ. يعني دلوقتي ممكن نتجه اكتر لمنطقه البحر الاحمر، هي الجو فيها كمان لطيف ومعتدل الفتره دي، ولا برضو مازال حار شويه؟
لا، سواحلنا المطله على البحر الاحمر ما زالت قيم درجات الحراره فيها مرتفعه، يعني احنا بقيم درجات حراره متوقع ان احنا نسجلها من 39 ل 40 درجه مئويه في شرم الشيخ او في الغردقه، فهي قيم درجات حراره مرتفعه واجواء شديده الحراره فتره النهار. لكن سواحلنا المطله على البحر المتوسط هي اجواءها معتدله الفتره دي، يعني الاجواء معتدله بشكل كبير، قيم درجات حراره من 30 ل 32 درجه مئويه، فهي مناسبه تماما ان احنا نستمتع بالاجواء فترات الليل، الاجواء معتدله بشكل كبير، فمفيش احسن جو يا دكتور الواحد يروح يصيف فيه والله العظيم. هو احنا دايما كنا بنقول ان احنا ناس عاوزه تستمتع بالاجواء وتروح المصايف في شهر 9 او في شهر 10 هيستمتعوا بالاجواء بشكل كبير، الجو مبقاش حر بالشكل الكبير، نسب الرطوبه بتبدا تقل بشكل تدريجي كمان. نتكلم على امطار الجنوب، لان لسه امطار الجنوب مستمره معانا ومؤثره، لان امطار الجنوب بتزيد عن المتوسطه في بعض الاماكن، هي امطار من خفيفه المتوسطه وكمان امطار رعديه في حلايب، في شلاتين، في ابو سمبل، في محافظه الوادي الجديد، نتيجه طبعا ارتفاع الحزام المداري، الامطار دي امطار رعديه وممكن يكون معاها كمان نشاط الرياح المثير للرمال والاتربه، واللي بيأثر بانخفاض في الرؤيه الافقيه في الاماكن الجنوبيه، فبالتالي لازم ناخد بالنا بقدر الامكان مع تساقط الامطار او حتى وجود الاتربه والرمال المثاره في جنوب البلاد، لازم تكون القياده بهدوء تام. لكن المحافظات الشماليه مستقره بشكل كبير، الظاهره الجويه بس المؤثره هي الشبوره المائيه اللي بتظهر فترات الصباح الباكر وساعات الدين المتاخر على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، هي شبوره مائيه خفيفه وبتتلاشى فور سطوع اشعه الشمس. على مدار باقي ايام الاسبوع ان شاء الله عظمى على القاهره الكبرى هتكون من 34 ل 33 درجه مئويه، ففي مزيد من التحسن في الاحوال الجويه خلال الفتره اللي جايه. ومهم بس الفتره دي فتره انتقاليه ما بين فصل الصيف وفصل الخريف، فلازم نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، لان وارد يحصل تغير في خريطه الطقس او في التنبؤات الجويه من يوم للتاني. طبعا اكيد، عشان كده احنا بنتابع مع حضرتك بشكل يومي في برنامج صباح الخير يا مصر لحاله الطقس. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 35، الصغرى 25، العاصمه الاداريه 36، 26، اسكندريه 33، 24، العلمين الجديده 32، 23، مطروح 31، 23، دمياط 32، 26، بورسعيد 32، 27، اسماعيليه 36، 24، السويس 36، 25، العريش 33، 23، كاترين 31، 17، طابا 34، 25، حلايب 35، 31، شلاتين 38، 30، شرم الشيخ 38، 29، الغردقة 39، 29، الفيوم 38، 26، بني سويف 38، 26، الوادي الجديد 42، 27، أسيوط 39، 25، سوهاج 41، 27، قنا 43، 28، الأقصر 43، 29، وأخيرا أسوان 44، 29. حبينا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، ويمكن الخبر يعني السعيد للكل دلوقتي ان في انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة مع كمان انخفاض في نسبة الرطوبة، ده يخلينا نحس بأجواء صيفية معتدلة، وهنقول فعلا هنبدأ نستمتع بفصل الصيف مع نسمة هواء بالليل جميلة جدا، خصوصا كمان على السواحل الشمالية، الناس اللي هناك مصطفين يعني يستمتعوا بأجواء صيفية معتدلة جدا الفترة دي.